بقالنا حوالي سنة وسنة وشهرين بنتواصل مع بعضينا عشان في بعض المطالب متجمعة على مستوى جامعات مصر كلها بتعاني منها الموظفين والعمال بشكل كبير. في تجاهل، في جزء من ان الناس السلم الوظيفي بينتهي عند حد معين وبيكون دايما للناس معينة، ما بيتاخدش فيها اي حد، مش معيار الكفاءة هو الاساسي. في بعض المشاكل الإدارية كتيرة وبعض المشاكل المالية كتيرة. احنا بنحترم وبنقدر وبنجل أعضاء التدريس وهم طبعا أساتذتنا، لكن احنا مش في مواجهة معاهم ولا بنحب ان احنا نكون في مواجهة معاهم، لكن احنا في النهاية بنقول ان المنظومة التعليمية يا جماعة هم ثلاث أضلاع، هي عضو هيئة التدريس وموظف وإداري وعامل وطالب، ده الثلاث أضلاع بالظبط. والثلاث أضلاع دولت يا جماعة بيشكلوا الهيكل التنظيمي للعملية التعليمية الجامعية بالتحديد. يعني الهيكل التنظيمي ده يا جماعة لو ضلع منه وقع، بيوقع العملية بالكامل. الفكرة بتاعتنا نشأت بامتداد ل 25 يناير، احنا الجيل اللي طلع دلوقتي جيل الثورة، المفروض جيل الشباب. يعني احنا لما فكرنا ان احنا نقول يا جماعة العاملين، ما فكرناش في العاملين بس، لا انا فكرت في ابني وابنك، انا فكرت في اخويا اللي الطالب دلوقتي في الجامعة، يا ترى لما يتخرج من الجامعة هيلاقي المكان مستعمله، هيلاقي المكان مستنيه بنفس الكفاءة وبنفس الصورة والفاعلية ونفس تأثير الثورة اللي احنا عايشينها. بيتهيألي مصر الجديدة علشان تبقى جديدة لازم يكون في روح حلوة، لازم في روح حلوة موجودة. احنا قبل ما نبقى نقابة كنا رابطة موظفي جامعة حلوان، كان تضم أكثر من 300 موظف من الموظفين. طبعا في ظل الثورة اللي حصلت والتصحيح، وكان كنا بنقول عيش حرية عدالة اجتماعية، من هذا المنطلق كنا بنبص على حقوقنا، فلقينا إن حقنا مهضوم جدا بقاله سنين، فكنا بنطالب بحقوقنا بوقفات انتظامية كنا بنختار بيها رئيس الأمن ورئيس الجامعة قبل رئيس الأمن، وكان متضامن معانا في هذا لحين ما أنشأنا النقابة المستقلة. هو اختصارا طبعا هي ائتلاف الجامعين ده بيطالب بطلبات موحدة على مستوى الجامعات كلها. جامعة عين شمس واحدة من الجامعات، طبعا جامعة مرموقة ولها اسمها، مش معنى كده انها بتميز عن اي جامعة تانية، الجامعات الاقليمية كل الجامعات واحدة، الطلبات كلها واحدة. من ضمن طلبات الاساسيات انتخاب رؤساء او قيادات الجامعية من رؤساء الجامعات العمداء ومناء الجامعات المديرين العموميين، احنا عايزين انتخاب لهم. الجامعات المستقلة بتعاني معاناة صعبة جدا، عدم الاعتراف بها في اي مكان داخل المنشآت الحكومية، رغم ان هي بتعتمد من وزير القوى العاملة. انا معايا موافقة من وزير القوى العاملة لانشاء نقابة مستقلة وفتح حساب في احدى البنوك، وانا بفتح حساب في بنك مصر جامعة حلوان تحصيل الفلوس اللي هي الاشتراكات داخل بحساب جاري داخل البلد.